إذا تبغى سيارة لولدك من عمر 3 سنوات إلى 8 سنوات، السيارة الجيب هذه لا تفوتك. سيارة كبيرة ما شاء الله وحجمها كبير ومواصفاتها جدا ممتازة. هنشرح مواصفات السيارة بالكامل، طريقة استخدام الريموت وبرمجته وطريقة شحن السيارة. سيارة أطفال جيب مرسيدس، حجم كبير، سيارة ما شاء الله تبارك الله من عمر 3 سنوات حتى 7 سنوات 8 سنوات مرتاحة. نشوف تصميم السيارة والإنارات ما شاء الله تبارك الله، وهنا في الأعلى، وهذا شكل السيارة من الجنب. السيارة زي ما قلنا من عمر 3 سنوات إلى 7 سنوات 8 سنوات مرتاحة. الاستبنة في الخلف فيها إنارة بالإضافة للإنارات الخلفية. أبواب السيارة تفتح وتتقفل. شوفوا كمان السيارة ما شاء الله تبارك الله واسعة ما شاء الله تبارك الله، شوفوا كيف يعني يجلس الطفل مرتاح. وإذا طفلين صغار يمديها تاخد طفلين صغار. كرسي عريض مع حزام أمان، وهذا عندنا شكل الدركسون بوري، وعندك هنا زر التشغل والطفي اللي في النص، تضغط عليه باستمرار تطفي السيارة، تضغط باستمرار كده تشتغل السيارة. عندنا هنا سرعة، ابدأ من اليسار، سرعة بطيئة. إذا عندك طفل صغير وما تبغى السيارة سريعة تضغط على هذا، فاست سريع، تضغط ضغطة كمان كده تشتغل بطيء. اللي تحتها الهزاز، الهزاز هذا فايدته إذا أنت عندك طفل صغير وأنت مشغول عن الطفل، يعني ما أنت فاضي تلعبه بالريموت، شغل خاصية الهزاز زي كده وسيبها تشتغل، تسلي الطفل لحد ما أنت تفضاله. إذا فضيت ترجع تقفلها من نفس الزر كده. قفلنا خاصية الهزاز، هذا قدام ورا زر الجير. عندنا هنا خاصية البلوتوث كمان، تشتغل من هنا مود، هذا الزر تضغط ضغطة هنا أشر لمبة البلوتوث يعني يشتغل بلوتوث. خلينا نجرب الأول الدعسة، خلينا نجرب الدعسة الأول كده تدعس ما شاء الله سريعة السيارة كده قدام، ترجع لورا يا سلام. الآن نجرب الريموت كنترول، طبعا السيارة انتوا شفتوها شغالة. الآن بنوريكم طريقة برمجة ريموت السيارة عشان تشتغل على السيارة الجيب هذه. هنشوف برمجة السيارة مع بعض خطوة خطوة. أول شيء هنروح نطفي السيارة كده، السيارة طفت كده، شغلنا السيارة. تشغل بالريموت كده، السيارة شغالة قدامكم، تيجي تشغل بالريموت، شوف قدام ورا ما تمشي، يمين يسار ما تمشي، تضغط على الزر اللي في النص باستمرار. شوفوا الغمازات هذه، اللمبة اللي تيجي تطفي جلسة ترسل إشارة من الريموت للسيارة. أول ما اللمبة تثبت معاك هتلقط إشارة السيارة كده لقطت إشارة. جرب الريموت، جرب الريموت ما شاء الله كده اشتغل ريموت السيارة. والآن بعد ما جربنا السيارة بالريموت وبالدعس، الآن بنوريكم طريقة الشحن. جبنا السيارة عند الكهرباء وهذا الشاحن يفكه. أول خطوة قبل ما تشحن هتروح تطفي السيارة زي كده، أيوة، بعدين تشبك الشاحن على الكهرباء. أول ما تشبكه على الكهرباء شوفوا هنا لون الشاحن أخضر، هنروح نشبكه هنا مكان الشحن، هنا في لوحة اللوحة هذه. شوفوا هنا مكان الشحن، أول ما شبكنا السلك في الشاحن نروح نتأكد من لون الشاحن نفسه، صاير لونه أحمر. ما دام الشاحن لونه أحمر يعني كده السيارة جلسة تشحن، بتسيبها من ساعتين إلى 3 ساعات بالكثير وكده تفول معك السيارة، 3 ساعات تفول السيارة وتكون جاهزة للاستخدام. شكرا على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.